تسبب الحجر الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في تعزيز شعور الحاجة للانعزال والوحدة عند نسبة كبيرة من الأشخاص، لكنها حين تزداد عن حدها الطبيعي قد تؤذي صاحبها، فمتى عليك أن تحذر؟ بينما إذا واحد حتى بالرغم من العالم الحوالي حاسس بيأس، حاسس بكآبة، بحزن، حاسس أنه ما قادر يتواصل بطريقة إيجابية مع اللي حوالي، هون منكون عم نحكي عن الوحدة والعزلة يلي كترتها على المدى البعيد معقول تؤدي لاكتئاب وتؤدي لأمراض نفسية أخرى. غالباً ما تكمن المشكلة في عدم الإحساس بالانتماء إلى الأشخاص المحيطين بك، أي صعوبة إيجاد روابط قوية تجمعك بهم. هون ببلش بالأفكار السلبية يلي بتأثر عليه أكتر، بتصير هولي الأفكار بتأثر على جسده، يعني بتصير في ناس عندهم عوارض جسدية، وجع، ألم، في منهم بيشعروا بالحزن، بيصير هالحزن حتى بيطول أكتر. في منهم، وهون أخطر شيء إذا بدك ميلاد، الوحدة، وقت واحد يبلش باللوم، يعني بيصير بلوم حاله، وهل الحق علي أنا، حاسس حالي وحيد، العالم ما عم تتواصل معي، أو فيني عندي عيب تهالعالم ما عم تقرب لإلي، أو ما عم بعرف اتفاهم مع الآخرين. وبيكبر هول السيناريو الواحد براسه، بيحس حاله عم بيزيد هالأفكار السلبية وعم بيزيد اللوم. أوكي. وقت يكون في لوم زيادة، وقت يكون في هيك عتاب شديد لواحد لنفسه، بتقل الثقة بنفسه. إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بالعجز عن مخالطة الناس وعن الخروج من دوامة حاجتهم للوحدة. يمكن إذا جرب شوي، إذا حاول يتواصل، إذا خفف شوي من توقعاته، إذا قرر أنه يعمل هولي النشاطات اللي بيقدر يحس بناس بتشبهه، إن كان في منهم عم بيروحوا سينما كلاب هلأ أو بوك بيناقشوا كتب، أو بيروحوا على محل رياضة بيتعرفوا على أشخاص، أو حتى هولي الديبيت اللي بيروحوا بيناقشوا مواضيع، هوني بحس حاله شوي أنه لا مش مظبوط، هو فكر انه ما بقى قادر لانه تعود، وبده شوية وقت ليرجع يحس حاله بيقدر ينتمي. كمان شغلتين مثل ما قلت، عندنا المجتمعات شجعت الوحدة بطريقة انه لا ما تعبر كتير للعالم عن مشاعرك، ما تشارك العالم، خليها لحالك، صح. وهيدي صعوبتها انه واحد صار يكبت اذا بدك الشعور بالحزن، وما قادر يعبر انه هو مضايق، معصب، زعلان، فبيرجع الواحد للوحدة. هون بتأثر سلبا، لانه فكرة المجتمع انه واحد لازم دائما يتغلب على هول المشاعر بطريقة بسرعة، لازم مزبوط ولحالك وانت قوي ومنك بحاجة لمساعدة، وليش لا تطلب المساعدة، بتبطل نقطة قوة. هون واحد بخاف، بيصير هالمشاركة مع الأشخاص بتأثر عليه بطريقة سلبية، وكمان الخوف من أنه تضرب الثقة بالنفس، لأنه مثل كأنه واحد ما قادر يتعلف على أشخاص، بينعزل، بتزيد بتقل ثقته بحاله، بيرجع بحس حاله هيك كمان منعزل أكتر، وبيفوت بهالحلقة يلي خلص صار وقت ينتبه شوي لأفكاره لحتى يقدر يتخطى المرحلة ويقدر يرجع يتعرف على عالم. وإن كنت ترغب فعلا في البقاء بمفردك لفترة وجيزة فلا مشكلة، ولكن حاول الاستفادة من وقتك. بصير واحد بيتخيل أنه هو ما بيقدر يتعرف على أشخاص، بيتخيل أنه هو أحسن لوحده، بيتخيل أنه هو خلص خلق للحزن، بيصير يفكر أنه كل المستقبل تاعه هو حزين، ببطل يركز على الأشياء مثل نشاطات لحاله، يعني ببطل يحس أنه بدل ما يعتبر هالمرحلة هو ليهتم بحاله ليعمل شغل معين، لأنه إذا واحد كان شوي كرياتيف أكتر، يعني خلق أشياء أكتر، إن كان كتابة، إن كان إنتاج، إن كان عمل، هذا شيء كتير بيساعد من أضرار إذا بدك أضرار الوحدة والعزلة. أما إن كنت تمتلك قرار التخلي عن عزلتك فهذه الحلول قد تساعدك. ما تحس بهالوحدة، عندك هدف دائما تسعى له، وعندك عالم دائما تقدر تلتقي فيهم لحتى تعبر عن مشاعرك وعن أفكارك وطموحاتك، مش ضروري شخص معين، لأنه إذا واحد حاطت هيدا الهدف مثل كأنه ما عم بيوصل له هون، إنه خلص خلصت الدنيا، صار في اكتئاب، صار في عزلة، بينما بينسوا إنه يعني التفاعل مع العالم،
الصداقات، العلاقات مع الناس اللي بتشتغل معهم، كل هول الأمور بتولد هالطاقة الإيجابية وهالتفاعل. بعدين عندك هواياتك، عندك اليوم طموحك يلي بيقلل إذا بدك من الشعور بالوحدة. وهون العالم شوي بدها تنتبه لأنه الحياة مش بس الوحدة لأنه في شخص منه موجود، بالعكس في واحد يأمن اهتمام بنفسه، يأمن من تطور ذاتي لحتى ما يوقع ب الوحدة والشعور بأنه أقل أو شعور أنه ما قادر يكون مع شخص معين.